هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حلقة جديدة وبرنامجنا هنا مسبير، ودائما نجدد التحية وهذا اللقاء الذي نسعد به مع حضراتكم. عندنا فقرتين كالمعتاد، الجزء الثاني تسعد فيه زميلتي العزيزة شيرين الشاي مع ضيفنا النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حوار عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها وأكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا بين كل القوى السياسية والوطنية، والمزمع انطلاقها في مطلع الشهر القادم تحت رعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب. أما هذا الجزء بامتياز بنقول مع حضراتكم بين مجموعة من أهم وأحدث الأخبار اللي شهدتها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية واليوم، ونعلق على بعضها بكثير من التفاصيل من خلال التواصل مع كبار المسؤولين. خلونا نتوقف الحقيقة لأنه خبر مهم ومشروع يسهم في الأمن الغذائي للمصريين، وهو المشروعات القومية العملاقة اللي افتتحها السيد الرئيس بالأمس في مدينة السادات بمحافظة المنوفية المتمثلة في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان. وزير الزراعة قال أنه يعني 10 مليار جنيه قروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية. السيد مدير جهاز الخدمة الوطنية قال أن المشروعات الجديدة ستحقق الأمن الغذائي زي ما قلنا لحضراتكم. الحقيقة أنه السيد الرئيس وقد أكد على أهمية توفير كل السلع، ودار نقاش وحوار كبير بينه وبين السادة المسؤولين. السيد القصير وزير الزراعة وإصلاح الأراضي قال أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على 10 مليار جنيه كقروض ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين حياة صغار المربين. الحقيقة أنه المحاور الرئيسية لبرنامج تنمية الثروة الحيوانية زي إنشاء قاعدة بيانات وتحسين السلالات والصحة والرعاية البيطرية والمشروع القومي للبتلو وتطوير مراكز تجميع الألبان، كلها أمور يعني هنقف أمام بعض تفاصيلها من خلال مداخلة تليفونية هنجريها حالا، لكن خلونا نشوف جانب من كلمة السيد الرئيس في الافتتاح بالأمس، ونعود إلى ضيفنا الكريم والاتصال الهاتفي تعقيبا على هذا المشروع وهذه الكلمة. دقة في التفاصيل واهتمام بالأرقام كعهدنا بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما المهتم بالأمن الغذائي كما الأمن الصحي وغيره الحياة من مقدرات هذا الوطن. خلونا طيب نروح نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا الاتصال الهاتفي الذي نجريه مع السيد المهندس طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. مساء الخير يا باشمهندس طارق. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك يا فندم؟ كل السادة مشاهدينا الكرام، عمل عظيم، وخلينا نسأل حضرتك على طول ما الذي يضيفه إلى أمننا الغذائي وثروتنا الحيوانية باشمهندس طارق؟ طيب هو باختصار اللي احنا شفناه امبارح دوت ده مجهود ونتاج سنوات منذ ان تولى فقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد، والاهتمام الغير مسبوق بالتنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والباجنه، واللي احنا شايفينه دوت محصله دي. يمكن الدوله المصريه ووزاره الزراعه والحكومه انتاجت العديد من المشروعات القوميه اللي هتوصلنا للحلم اللي هو بيحلموا معانا او طلبوا مننا في قامه الرئيس. المشروع القومي للبتلو، والمشروع القومي لتطوير مراكز تجميل الالبان، والمشروع القومي لتطوير عنابر الدواجن ورفع كفاءتها، والمشروع القومي للتحسين الوراثي، كل هذه المشروعات مجتمعه مع بعضها بتوصلنا مش بس للاكتفاء الذاتي، لكن بتوصلنا الى ما بعد الاكتفاء الذاتي وهو التصدير. خلينا نشوف قد ايه في الزياده السكانيه، وديت احد صحيح. التحديات التي ومن اكبر التحديات كمان التي تواجه تنميه وتطوير الثروه الحيوانيه، واحنا شايفين زياده سكانيه متلاحقه ومتعاقبه لا يواكبها ولا يساويها زياده في تعداد رؤوس الماشيه في الثروه الحيوانيه صحيح. وبالتالي كان لازم وجود حلول ولازم بدائل، والحلول هنا انك انت بتمعظم الانتاجيه وبتزود الانتاجيه وتحسن سلالاتك الموجوده تحسين وراثي وتزود معدلات الاداء. وبالتالي لما اشتغلنا على التحسين الوراثي بنشتغل في محورين اساسيين، المحور الاول هو المحور السريع بيتم من خلال استيراد سواء عجول معدلات ادائها ونموها اليومي والزياده الوزنيه تعادل ضعف تقريبا معدلات الزياده الوزنيه لحيواناتنا المحليه، او استيراد عجلات متخصصه من سلالات عاليه الاضرار في انتاج الالبان، يمكن بتديني 40 واكثر كيلو لبن في اليوم بدل من 7-8 لسلالاتنا المحليه، او سلالات ثنائيه الغرض دي متخصصه في انتاج الالبان واللحوم معا تناسب صغار المربيين من ناحيه
احتياجاتها الغذائية والرعائية وتأقلمها وتكيفها مع الظروف البيئية المصرية ومن ناحية القيمة السعرية بتاعتها. طب احنا نفضل مدى الحياة نستورد؟ لا طبعا. في توجيهات صريحة من فخامة الرئيس بعملية نصل إلى الاكتفاء الذاتي، تمصير السلالات. يعني ايه تمصير السلالات؟ هو التهجين والخلط ما بين السلالات المستورده عاليه الانتاجيه، سواء كانت انتاج الالبان او انتاج اللحوم، وتهجينها وخلطها مع سلالاتنا المحليه المتاقلمه مع الظروف والاجواء المصريه والمقاومه للامراض ومناعتها عاليه، هنا لتمصير هذه السلالات او للحصول على سلالات منصره. واحنا عندنا الحقيقه مراكز متخصصه وامكانيات علميه متميزه في وزاره الزراعه، وتقدر تصل الى هذا المرحله يعني باشمهندس طارق. عديد من كليات الزراعه وكليات الطب البيطري المتخصصه وفي الجامعات المصريه والمراكز البحثيه واكاديميه البحث العلمي والمنطقه الزراعيه ومركز البحوث ومركز بحوث الصحراء. لا عندنا ما شاء الله القلاع العلميه المتخصصه والبحثيه الكبيره. احنا لما نتكلم اتفضل باشمهندس نتكلم عن المشروع القومي باختصار شديد او للبتلو. المشروع القومي للبتلو احنا بنمنع ذبح الحيوان صغير اقل من 100 كيلو جرام، بيديني بس 30 كيلو جرام لحمه وبخليه يتم تسمينه ونموه حتى 400 كيلو جرام على الاقل. نفس الحيوان اللي انا منعت ذبحه بتلو صغير وباجراءات وزاره الزراعه وقرارات وزاره الزراعه بمنع ذبحه، اصبح نفس الحيوان بيديني تقريبا يمكن من 6 ل 8 اضعاف جمله اللحوم اللي كان ممكن يدهاني. يبقى هنا حفاظ على الثروه الحيوانيه وتنميه رئيسيه لثروتنا الحيوانيه. بدانا طبعا، هو الفلاح او المربي كان بيذبح لانه محتاج فلوس للحيوان او محتاج يغذيه، فبدانا بقروض بنكيه ميسره 5%. بدانا بمبلغ مخصص 100 مليون جنيه في منتصف 2017. النهارده اللي اتصرف على المشروع القومي للبتلو اكثر من 7 مليارات جنيه، استفاد منه اكثر من 41,000 مستفيد من شباب الخريجين و صغار المربين والسيدات لتربية والتسمين ما يزيد عن 461,000 رائد في كرة حياة كريمة ضمن مبادرة فخامة الرئيس. عظيم. طبعا كمان لما نتكلم على مراكز تجميع الألبان، احنا عارفين مراكز تجميع الألبان هي المنافذ التسويقية للصغار مربي مشية اللبن اللي بيمتلكوا تقريبا من 60-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية. عظيم. وبالتالي الاهتمام بمراكز تجميع الألبان والاهتمام الغير مسبوق من قبل فخامة الرئيس لدرجة ان اعتبره مشروعا قوميا، ووجه فخامته بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية والجودة الهصب لكل مركز يتم تطويره ليكون نموذج يحتذى به لأصحاب المراكز الأخرى. انا بشكرك شكرا جزيلا. طيب باشمهندس اتفضل يا فندم لو في اضافة سريعة. شكرا. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. مهندس طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، عندنا لسه جملة من الأخبار المهمة. هو خبر السيد الرئيس بيشهد افتتاح مجمع الانتاج الحيواني والالبان بمدينة السادات. هو مهم لسبب ان هو الواحد يعرف يكتفي بالانتاج الحيواني نفسه ويعتمد على الانتاج المحلي احسن من الاستيراد. انت اعتقد تبقى جودتها افضل من الحاجات المستورده. يعني مصر خططت لتعظيم مواردها من اجل سد وتقليل الفجوه الغذائيه. طبعا ده شيء ممتاز، ولازما احنا كلنا كمصريين نتفهم الموضوع ونرشد الاستهلاك عشان لما نعظم مواردنا يبقى في عندنا احتياطي، في عندنا قوت احنا بنمتلكه، والشعب اللي ما بيمتلكش قوته ما بيمتلكش ارادته. وفي كون ان رئيس الدولة يطلب الكلام ده او يطالب بالكلام ده او يعملوا الكلام ده، فدي حاجة ممتازة جدا. عشان اول حاجة احنا عايزين نعمل اكتفاء ذاتي للمحاصيل الاستراتيجية بتاعتنا، عشان احنا بدل ما بنصرف وبنشتري بالدولار وبنعمل يبقى عندنا، يبقى احنا عندنا مواردنا هتزيد وهيبقى في رخاء عندنا في البلد، فلازم تعظيم الموارد اهم حاجة. استلام 3,800,000 طن قمح، دول يعني ده خبر حلو برضو في ظل الازمة اللي احنا عايشين فيها، في ظل في بلاد تانية بتدور على اللي هو
يعني زي ما اقول لك كده شكارة قمح ما حدش لاقي فاهمني، بس احنا الحمد لله يعني وصلنا لمرحلة حلوة، برضو في زراعة، في حاجات بتحصل، في تطور فظيع بصراحة، ده برضو في البنية التحتية والحاجات دي. يعني بصراحة كل يوم الواحد بيشوف حاجات احسن من اليوم اللي قبله بصراحة. وحوار ان هو استلام القمح ده حاجة جميلة، ولازم احنا بدل ما بنستورد من بره نصدر. احنا عندنا مصر مساحتها كبيرة ان احنا ممكن نزرع ونستخدم الحاجات دي، ولازم نستورد من يعني المواطنين بتاع الفلاحين والمزارعين، هم احنا نشجعهم عشان نستلم منهم. جهود متواصلة اقتصاديا الحقيقة لدعم الاقتصاد وزيادة الانتاجية وجذب الاستثمارات المختلفة، وبالتالي ده له علاقة بخبرنا الثالث النهاردة. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد أعمال تطوير الأرصفة الغربية والمعامل المركزية بميناء شرق بورسعيد. وقال دكتور مدبولي إنه المنطقة الاقتصادية أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية. وأكد كمان دولة رئيس الوزراء على الدور المحوري للمعامل المركزية في تحسين جودة الأداء بالموانئ المصرية والإسهام المميز في حركة التجارة العالمية. خلونا نروح لبعض التفاصيل، يعني بدل ما نقرأها على حضراتكم نعرف تفاصيل أكتر وبعض الكواليس من كاتبنا الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة المتابع والمتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أستاذ عبد اللطيف مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. إزاي حضرتك؟ يعني لو تضعنا في تفاصيل أكتر عن زيارة رئيس الوزراء اليوم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحديدا منطقة شرق بورسعيد المتكاملة وهذه الجولة المهمة يعني والمتابعة الدورية. اولا منطقه شرق بورسعيد المنطقه الاقتصاديه والصناعيه من اهم المناطق في مصر، على اعتبار ان هي بتقع على اكبر ميناء في البحر المتوسط، ده بالاضافه الى ان الهدف من ذلك هو توطين صناعه السيارات في مصر في هذه المنطقه اولا، وليست صناعة السيارات التقليدية ولكن طبقا للتكنولوجيات الحديثة، بمعنى ان هي بتعتمد على الجرين فيولز او الوقود الاخضر، يعني كهرباء، غاز طبيعي، خلافه، لان ده بيوفر للاقتصاد القومي فيما يتعلق باستخدام الوقود التقليدي، بالاضافة الى ايضا خفض معدلات التلوث في مصر. هذا من ناحية. هناك اتفاق مع كبريات الشركات العالمية لإقامة مشروعات فيما يتعلق بصناعة السيارات، ولو يعني أعتقد أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة وأهمية هذه الصناعة، على اعتبار أول حاجة ان احنا مثلا على سبيل المثال اجمالي واردات مصر من السيارات خلال اجمالي واردات مصر حوالي 4 مليار دولار خلال العام الماضي، ومع الزيادة السكانية مرشح هذا الرقم للزيادة طبعا. نعم. ومع هذه الزيادة السكانية يعني خلال سنوات قادمة من الممكن أن يصل معدلات الاستيراد إلى 8 مليار دولار. وبالتالي علينا اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بهذه الصناعة، ده من ناحية. من ناحية تانية أيضا قام رئيس مجلس الوزراء بزيارة يعني أو الاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بتصنيع مهمات السكك الحديدية طبقا للاتفاق الذي تم توقيعه بين الصندوق السيادي ومجموعة من المستثمرين، وده أيضا من المشروعات الهامة في مصر، على اعتبار أنه بيسد احتياجات مصر. وقطاع السكك الحديدية ليست القطارات فقط، ولكن من الممكن أنه يمتد إلى الأنفاق وإلى المترو وخلافه، وبالتالي كل ده يعني يحقق عوائد للاقتصاد المصري فيما يتعلق ب يعني الحد من الواردات المصرية. صحيح. من الخارج. يعني جهود كبيرة بالإضافة. صحيح. إلى الوقوف على مدى التطورات في هذه المنطقة والمشروعات سواء القائم منها أو الذي
سيتم اقامته خلال الفتره القادمه. هي منطقه واعده وممكن او تصبح او يعني فاحنا نطمح ونامل الى ان تكون قاطره للاقتصاد البصري وللصناعات وتوطين صناعه السيارات وغيرها من الصناعات. فعلا استاذ عبد اللطيف انا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد اللطيف وهبه. هنطلع ايضا فاصل ونرجع لحضراتكم تاني نستكمل هذه الجوله الاخباريه. رحب بحضراتكم مجددا. عندنا خبر الحقيقه مهم في بيان صدر عن وزاره الشباب والرياضه له علاقه بفكره تواجد دولي وقمه المناخ القادمه ضمن فعاليات منحه ناصر للقياده الدوليه. وزير الشباب وايضا وزيره البيئه شهد سويا جلسه قضيه المناخ من جلسكو الى شرم الشيخ. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، دكتور ياسمين فؤاد وزير البيئه شهدوا الحقيقه احدى جلسات منحه ناصر للقياده الدوليه الدفعه الثالثه تحديدا التي جاءت بعنوان قضيه المناخ من جلسكو الى شرم الشيخ واللي بتنظمها وزاره الشباب والرياضه تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المهم هنا واللافت انه بمشاركه قيادات شبابيه من قارات افريقيا واسيا واوروبا وامريكا اللاتينيه تحت شعار شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن فلسفه يعني هذه المنحه واهميه هذه الجلسه من خلال اتصال هاتفي مع السيد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير عليك يا استاذ شريف وعلى كل الساده المشاهدين، وسعيد دايما ان انا ببقى مع حضرتك. ربنا يخليك، احنا اللي بنسعد باطلاله حضرتك معانا وبنشكرك دايما على الاستجابه. عمل عظيم الحقيقه للوزاره، يا ريت تضعنا في تفاصيل اكتر اهميته وفلسفته في هذا التوقيت وارتباطه بقمه المناخ المزمع استضافتها في مصر ان شاء الله دكتور محمد. بالفعل يمكن تحت عنوان كده قضيه المناخ من جلسكو الى شرم الشيخ. النهارده كانت ندوه مهمه جدا ضمن فعاليات منحه ناصر للقياده الدوليه بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وايضا الدكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه وكمان عدد 150 شاب وفتاة من كل قارات العالم من الخمس قارات المشاركين في المنحة الدولية للقيادة. أكيد وزارة الشباب والرياضة بتلعب دور كبير جدا ومهم من خلال تقديم عدد من الندوات الهامة جدا لهؤلاء الشباب واللي مستمرة لمدة أسبوع والختام إن شاء الله غدا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. خلينا نقول ونوضح للسادة المشاهدين ان هذه المنحة يمكن هي النسخة الثالثة واللي من خلالها قدمنا عدد كبير جدا من الندوات. ابرزها كانت ندوة النهاردة واللي تحدثنا من خلالها عن تغير المناخ. يمكن كانت جلسة مهمة جدا ادارها النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة ورأي مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وبحضور الدكتورة نهى بكر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان والدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية. دكتور أشرف صبحي طبعا قدم شكره لكل المتواجدين على رأسهم الدكتورة ياسمين فؤاد وعلى المجهودات الكبيرة اللي بتبذلها في ظل استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ واللي هيكون في 11 القادم إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ. كمان خلينا نقول ان الدكتوره ياسمين فؤاد اكدت على اهميه عقد جلسات حواريه مع الشباب حول الموضوعات البيئيه المختلفه والخاصه بالتغيرات المناخيه للتوعيه بهذه القضيه الهامه واللي بتاثر بشكل كبير جدا على كافه مناحي الحياه. طبعا خلال الجلسه كان في تفاعل كبير جدا من شباب الحاضرين من خلال المداخلات والاسئله اللي طرحوها على معالي وزيره البيئه وايضا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. كمان عايزين نوضح للساده المشاهدين الدكتوره ياسمين فؤاد اكدت ان الدوله المصريه منذ عام 2021 نفذت عدد 30 مشروع قومي للتصدي للتغيرات المناخيه من اجل تحسين نوعيه حياه المواطن. فاصبح لدينا خطط لمواجهه التغيرات المناخيه في كافه المجالات كالنقل والكهرباء والبترول والزراعه. وكمان كان هناك مثال يمكن تم طرحه وهو تنفيذ مشروعات من اجل اعاده استخدام الصرف الصحي لترشيد المياه كمحطه بحر البخر. كمان نفذت وزاره الموارد المائيه مشروعات وزاره الموارد المائيه والري مشروعات بقيمه 7 مليار جنيه لحمايه الشواطئ المصريه بالساحل الشمالي وفي كفر الشيخ وفي اسكندريه وفي دمياط وفي بورسعيد. هايل هايل.
انا بشكرك يا دكتور محمد، شكرا جزيلا على كل هذه الجهود الحالية اللي بتقوم بها وزاره الشباب والرياضه، وعلى وجود حضرتك معانا النهارده وهذه المداخله الاضافيه. دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه. وبكده بكون كمان وصلت مع حضراتكم لختام هذه الفقره الاخباريه. فاصل سريع نعود بعده لصحبه الزميله شيرين الشايب وضيفها النائب عمرو درويش.